تهمين بالحق ما يفرح بحاجه هكا عندنا كمان مازلنا اكزامبل بعض البلدان ديما واحنا ديما نغزروا اللي اقل منا عمرنا ما نغزروا اللي خير منا ديما نقولوا شوفي بعض البلدان كيفاش حالتهم واحنا نطمحوا ان نكونوا كيف سويسرا يا اخي بو لازمنا طموحنا هذا ناجلوه شويه الـ الـ الاكيد أن الكفاءات عندنا بالضبط. عندنا 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 كفاءات كبرى ودليل على ذلك أنهم كي يخرجوا من تونس شوف قداش قداش لمعين وفي المجال هذايا بالذات نستناو شوية باش هالجيل هذايا متاع الكفاءات الكبرى ننقرضوا لكلنا احنا من الفيوله اللي مازلنا كلي نكتبوا بالورقه والستيلو ومازلنا تو وقت ينقرض الجيل نتاعنا تو يجي الجيل هذاك وتو تعمل رقمنه على تونس خاطر با الحكومات اللي تعاقبت الكل حكيت على الرقمنه الكل حكيت على الرقمنه ولا واحد تخلف في التنفيذ على خاطر المسؤولين من الفيوله اللي كيف حالي انا مازالوا كلي بالورقه والستيلو مازالوا يحبوا على الكوبي كونفورم ومازالوا يحبوا على مضمون ما تنجم من المفروض كل شيء تنزل على فلسه كل شيء تخرجوا دونك ان بو ديسبوار 20 سنه اخرين توصلوا واللي ثاني تو نبحث على السواد ونبحث على الزعم العام من انت خلقتوا السواد انت سمي بديت السؤال خويا ابحث على السواد خير من ابحث على الديانه الجديده عندك الف هكا ولا زيدون عندي سكوب ربي عندي سكوب بالاخوه السلفيه المتشددين في الصوره فما فيها ولد النصر ما نجموش ما نجموش الكفاءات موجوده مش في تونس الكفاءات موجوده لبرا معناها حتى كان يقراوا في تونس راهم يخرجوا لبرا ويفيدوا في بلدان اخرى لكن انت واقعيا كي تجي تشوف اليوم كي باش تحل شركه باغ اكزومبل تشوف مثلا في البلدان المتقدمه باش تعمل باتونت معناها تدخل على سيت تك تك وتعمل الباتونت نتاعك هوني في تونس مثلا ورقه اداره معناها الاوراق 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 دونك وين الرقمنه كونكريتمون في بلادنا ما فماش رقمنه اليوم باش طالع مضمون لازمك تشد صف زوز مترو في البلديه دونك انا نتصور اللي بلادنا فيها ناس كف معناها اما البرا ماهمش قاعدين يشدوا ولكن رقم هذا رقم هذا رقم هذا يبدو انه في الكوت ديفوار الامور تحت هذايا دونك احنا بالنسبه لهم باللي وصلنا له كوميم موريست ان اكزامبل على الطريق الصحيح حكايه تاسيس الشركات حاجه تعب تعرف الجروب بوشنيق قداش خذنا وقت زياد اوراق وكذا والله حعيب والله حرام سي 5 ans دو بابراس واحنا ماشيين لا على ستاف نتاع المحامين نتاعكم اللي هي لا لا نخدم وحدي اي رفيق يا ودي اي جروب قاعدين برشا لوكال تاعو في النصر يرعى على حاجات بيروات بالتوفيق ليهم